وللحديث أكثر عن زيادة معدلات الفقر في العراق وأثره على حياة المواطن العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور هشام الياور. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، تفضل بس رجاء صوت شوي. دكتور، بحسب وزارة التخطيط فإن ربع سكان العراق يعيشون تحت مستوى خط الفقر، ما الذي أوصل الأمور إلى هذا الوضع رغم ارتفاع أسعار النفط خلال الأعوام الماضية والتي زادت أكثر بعد حرب أوكرانيا؟ شكرا لكم المستمعين الكرام. طبيعي زاد الفقر والتضخم لعدة أسباب، منها داخلية تتعلق بما تم من إجراءات أو اقتراحات لتغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، مما أدى إلى ارتفاع السلع المستوردة على ضوء تقييم الدينار العراقي بعد تعديل سعره. كذلك ارتفاع أسعار المواد الأولية نتيجة العلاقات الدولية في الوقت الحاضر بسبب العراق ما بين روسيا وأوكرانيا. كذا أثر كذلك ارتفاع أسعار النفط وأسعار النقد، كل المؤثرات زادت على قيمة السلع المستوردة، مما أثر على المواطن العراقي بارتفاعات أثرت على دخله اليومي، مما أدى إلى زيادة الفقر وزيادة العوز أمام هذه أمام الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات. أنت تتكلم عن التضخم دكتور، وبحسب التقارير المحلية والدولية تؤكد هذه التقارير ارتفاع نسب التضخم بالعراق، برأيكم كيف سيؤثر هذا التضخم المستمر على المواطن العراقي؟ بالتأكيد التأثير على المواطن، لأن التضخم بارتفاع الأسعار لا يتناسب مع الدخل الوارد للمواطن، فهذا التباين بين أسعار مرتفعة ودخل ثابت، يعني نسبة التضخم تعتبر تأخذ جزء من الدخل المواطن على تباين الأسعار ما بين قبل التضخم وما بعده، فزيادة مثلا 5% من دخل المواطن ممكن أن تؤثر على سعر على زيادة الأسعار المعروضة، وخاصة السلع والخدمات معظمها مستوردة من الخارج. الاستيراد من الخارج أكد أن الأسعار بسبب ما ذكرناه سابقا أسعار النفط والعلاقات الدولية أثرت بجذور النقد وكيفية الإنتاج، يعني 5% زيادة تعتبر 5.5 نسبة التضخم الحاصل في حسب تقرير الأمم المتحدة وحسب بعض التقارير المؤدّة من قبل وزارة التخطيط. دكتور، لكن وزارة التخطيط الحالية اعترفت أن ارتفاع نسبة الفقر في العراق ارتفع إلى أكثر من 35%، برأيكم هل هنالك في برنامج السوداني أرقام حقيقية تترجم خطة لتقليص هذه النسبة؟ يعني نسبة الفقر حسب ما يدعون 35% أكثر من هذا الرقم. ولكن ليس التوفير المالي ممكن أن يأتي بخلال وجود رصيد غير مستغل للأغراض توسيع القطاعات الإنتاجية والخدمية لإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل. مرت سنة في وزارة غير قادرة أن تتخذ قرارات بسبب تعطيل الموازنة وعدم صلاحيته، وبالتالي هذا أدى إلى إيقاف حتى المشاريع الحكومية أن تأخذ مداب العمل لتحديد الصرف وحسب ما هو معمول به ضمن القوانين بحدود الصرف يكون بنسب معين. كذلك يعني الدولة في حالة التوقف لم تتمكن من توسيع مجال الخدمات
ومجال فتح القطاع الخاص أن يأخذ دوره بإمكان استيعاب أعداد كبيرة من البطالة، وكأن الدولة وتأثيرات البطالة تحاول أن تستوعبهم بالتوظيف. هذا انعكاس سلبي على الأداء وانعكاس وخسارة للجهود بتوسع العاملين دون الحاجة لهذا التوسع، الذي يؤثر بالتأكيد على الكلف ويؤثر على مستوى الإنتاج، وأصبح التضخم بالعاملين من القطاع العام وغير فاعلين بما يمكن أن يرفع من مستوى الدخل ومستوى الإنتاج والإنتاجية. دكتور نعم دكتور، هنالك يعني ارتفاع في الاحتياطيات النقدية من مدخلات النفط التي ترتفع خصوصا بعد الحرب الأوكرانية، أليست هذه الاحتياطيات قادرة على رفع مستوى دخل المواطن العراقي الذي أنهكه التضخم؟ إذن لماذا لا نجد مثل هكذا إجراء؟ هناك ارتفاع في احتياطيات النقد، يعني في احتياطيات النقدية من مدخلات النفط، إذن لماذا لا يتم استخدام هذه الاحتياطيات أو هذه النسب المرتفعة في رفع يعني قدرة المواطن المعيشية حتى يكافح التضخم؟ الاحتياط الموجود صحيح جيد عمل الدينار العراقي، بس ما مستغل من أجل توظيف هذا الفائض لمشاريع ضمن خطة معدة وإدارة قادرة على التنفيذ. نعم. يعني كما هو دليل بين الحين والآخر، كثير من المشاريع هي وهمية وغير يعني واقعية على الأرض، عبارة عن أرقام غير مستغلة لمشاريع. فالمفروض توجد خطة معنية لاحتياجات المناطق ضمن النقص الحاصل في الخدمات أو في القطاعات الزراعية أو الخدمية، حتى وقادرة على التنفيذ ضمن فترات زمنية محددة بإسراع، وخاصة وجود وفر مالي قادرين على توظيفه وتوسيع قاعدة الإنتاج إن كان العام أو الخاص. الخاص أن يوجد فرص عمل، أن نضع له بعض الحوافز مع تأمين مستلزماته بما يمكن أن يعني يوفر حاجة السوق وأيضا امتصاص حالة البطالة. المبلغ الموجود لا يعني هذا قوة اقتصاد، هذا مبلغ تحقق من خلال ارتفاع أسعار النفط، وقد لا يكون هذا يعني الفائض في ازدياد مستمر، إنما يتوقف على متغير في أسعار النفط على ضوء ما هو تحكم بسعر السوق على العام. الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور هشام الياور، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.